السلام عليكم، يعطيكم العافية. في هذا الفيديو راح نشرح الباك اب اند ريستور لبدالة الزونتل بلس. بعد ما نعمل لوجن للبدالة هنروح على سيستم باك اب ريستور ابجريد. زي لما نروح على هاي الصفحة هنلاقي التاب تبعت الباك اب اند ريستور. تمام، زي ما احنا شايفين هون choose backup files and download. رح نختار انا لشو بدي اعمل backup ناخد backup للsystem network service لكل هاي الشغلات وبنعمل download. زي ما احنا شايفين ممكن ننزل الباكب، نزل باك اب عندنا على الجهاز. هلا في عنا تو اوبشن، ريسيت تو ديفولت او اللي هو الريسيت تو فاكتوري ديفولت، وبنختار شو الشغلات اللي بدنا نرجعها للفاكتوري ديفولت. وفي الاوبشن الثاني اللي هو ريستور فروم ذا باك اب اللي انا نزلتها، بس انا علي اعمل براوز واختار الباك اب اللي انا نزلته وبعمل ريستور، وهيك بكون انا عملت ريستور للباك اب اللي اخذته. وزي ما احنا شايفين هون في ريستور تو هيستوري باك اب في عنا هون. ممكن اذا انا سويت تغيير معين اعمل ريستور لهذا الباك اب، يعني بحيث ما بدي اغير شغلات كتير، مثلا تغيير عملته وبدي اتراجع فيه زي ما نحكي انه اندو لهذا التغيير. فممكن نشوف الهيستوري اللي صار لاخر 10 عمليات الادمن سواها. فممكن انا اعمل هون انفو بشوف الشغلة اللي انا غيرتها. فممكن اعمل ريستور لهذا التغيير بحيث انه كأنه مش موجود، يعني أنا رجعت ريستور البدالة قبل الوقت اللي صار فيه هذا الكونفيجريشن. وهيك بنكون شرحنا الباك اب ريستور لبدالة الزونتل بلس. شكراً.